نشأت في بيت وطني سوري عريق وفيه التقطت ملكة الكتابة. اطلعت كوليت خوري على بلاغة اللغة العربية من القرآن. صحيح أنها بدأت مشوارها الأدبي بديوان شعر كتبته باللغة الفرنسية، لكن حفيدة فارس الخوري تملكت من العربية وعشقتها حتى اقترن اسمها بمرحلة خصبة من تاريخ دمشق الثقافي. في كل أعمالها لم تفتقر الرواية السورية إلى الجرأة، فشرعت أبواب الحريات أمام الأدب النسائي. نبهها جدها إلى أن الكتابة ستوقعها في ورطة، لكنها اتخذت قرارها بالمواجهة. هكذا كتبت روايتها الأولى أيام معه، فأثار نصها الجريء الكثير من الانتقادات، لكن آخرين كبارا أنصفوها، ومنهم المصري عباس العقاد. فازت كوليت خوري بجائزة القدس عام 2009 تقديرا لمسيرتها الأدبية وما تضمنته مؤلفاتها من قيم وطنية وقومية وإنسانية واضحة. ذلك أن صاحبة القلم الضوئي، كما وصفها الشاعر اللبناني سعيد عقل، ترى أن حياتها تنتهي بانقطاعها عن الكتابة. ما أقبح المجتمع الذي لا يحب الصراحة، المجتمع الذي يؤثر الدعارة في الخفاء على الابتسامة الطاهرة علناً،